مين قال إن رمضان يحلى من غير لمتنا كل يوم على سفرة رمضان؟ ده احنا بنستناه من السنة للسنة عشان نقعد ناكل مع بعض. بس مش لازم السفرة يبقى عليها كل ملذ وطعم، مش لازم عشان بوتي حبيبي صايم طول النهار يجي يلاقي الصنف اللي هو بيحبه، وتوتي حبيبتي برضو صايمة، لازم نعمل لها الأكل اللي هي بتحبه، وطبعا باباهم لازم يتعمل كل اللي نفسه فيه. احنا كل اللي يكفينا طبق السلطة وطبق الشوربة وصنف بروتين وصنف نشويات، وطبعا الحلو مش هنحرم نفسنا منه، وكده تبقى أضيق. احنا مش معقول ومش من العقل ابدا ان احنا نقعد نصرف قد كده على اكل رمضان وبعدين نرمي. لا ومش بس كده، لا ده احنا نصرف قد 3 مرات على الدكاترة علشان نخس. طب بذمتكم ده يبقى عقل؟ شوية تفكير جديد نقدر نبسط حياتنا ونتبسط برمضان. كل سنة وانتم طيبين والرمضان كريم والسفرة دايما. تابعوني كل يوم في مين قال مع ريهام.